السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي عندنا اليوم الليلة عندنا اي دروب مهم، اي دروب اللي عملت USDC فري USDT كما تشاهدوا هنايا USDC is like USDT. مهم نضغط هنا هكذا، بوت هذا كما طلعت خوتي. أول ما تأتيكم هذه هكذا، ماذا تفعل؟ تضغط على بالانس. عندما تضغط على بالانس تأتيك هذه available variable balance count USDT. بعد ذلك ماذا تفعل؟ يعطيك غير 4 قطع، انت تشارك رابط الإحالة، تضغط هنا ريفيرال هكذا، تشارك رابط الإحالة الخاص بك، نسخ مع الأصدقاء. وإذا رحنا مثلا الويدراو، نضغط على ويدراو، يقول لك شارك ويدراو شانل، تضغط هنا هكذا، هنا إثبات السحب تاع الأصدقاء. ويضغطنا لهنايا was on this of this flower option، نضغط هنا هكذا، نروح المنيو، هنا سيتينج، هنا تستطيع تغيير الاسم تاعك، هنا تضيف الاسم، ساند هنا الناي، هنا الإيميل، ثم نعود للمنيو وهكذا سجلنا على الموقع. نشارك فقط برك فقط رابط الإحالة الخاص بنا. ويوميا ندخل الاي دروب نشوف كجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.